حاجتها حرام، بيكفي يا مقاسي وعود وكلام طلاب المدارس وجراس الكنايس والجندي والفارس وصوات الأذان كلن عم بيصلوا تيعم السلام. أنا خصوصاً كمرنم مسيحي بوصل رسالتي لكل أطفال غزة، إحنا واقفين معكم، إن شاء الله هاي فترة وراح تمر وراح يصير في سلام. شخصية سانتا كلوز كل سنة بتعمل بيت سانتا في شارع النجمة في بيت لحم لإدخال الفرحة لقلوب الأطفال والعائلات. بيت سانتا هاي السنة للأسف ما راح يكون موجود، أبوابه مسكرة بسبب الحرب على أهلنا في قطاع غزة. لحد اليوم عم نعاني من الحرب، طبعاً ما في احتفالات، ما في أي إشي بخص الأعياد الميلاد المجيدة في مدينة بيت لحم، لذلك إحنا ما بنقدر نعمل بيت سانتا، ما بنقدر نفرح الأطفال هاي السنة. بيت لحم هالسنة كتير حزينة، أتمنى إنه توقف هالحرب ونرجع من أول جديد نشوف الأمل والسلام عطول في بلدنا. بيق الحكاية عن حلمه القديم، قال الفرج جاي من الله الكريم.